اللي رفعه يصفاي. شوف رفع صفاي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسيكم بالخير ويسعد قلبكم جيش الحبيب جيش الغالي ويسعد مساكم، ودائما بعطيكم كل المحبة والاحترام لكل جيشي، واتشكر تعليقاتكم الطيبة المحترمة الحشمة لكل جيشي ومتابعيني، حياكم الله جميعا. طبعا رجعنا لوادي المرصود اللي دن عليه أخونا محمود، واللي اكتشفت بيه صخرة زي ما انتم شايفين. هاي الصخرة، الصخرة هاي اكتشفت بيها، مشان الكل يعلم، اكتشفت بيها قبر. لكن هذا الواد مرصود، كان أخونا محمود يرعى هون، كان لهم راعي وكانوا سامع. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوت صح. فحبايبي هذا الواد حسب الأقاويل وحسب أخونا محمود إنه كان يشوف الرصد بالمكان هذا بالواد هذا. لكن إحنا اليوم متوكلين على الله ونكمل القبر اللي اكتشفناه، ما قدرنا نكمله هذا القبر، راح نكمله اليوم مشيت الله، بلكي الله رزقنا. ودعونا يا حبايبي، وجه لك كلمة أخوي محمود اليوم ضيف معاي. الله يسعد مساكو، منحبكو يا رب. يسعد وانا منحبك. متابعين حشمين وغانمين والله. الله وانت الغانم وانت حشم. الله يحييك ابو داي. ودعوتكو لا تقصروا معنا، وخلي نشوف قبر اللي داخل الصخرة هاي، نكتشفه مع بعض ونشوف شو داخله. ان شاء الله نقدر نسيطر على القبر، ان شاء الله انه ما يظهر علينا اي اشي بالمكان بمشيئة الله. يا الله نقول بسم الله يا رب. تعرف ان الشاكوش كمان نسيناه بالسيارة، مش مشكلة. تعرف موش موضوع يعني موضوع هيك يا رب. احنا سكرنا الدور اللي تحت صح؟ نعم. وما كملنا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا هاي اخترقتها وبين معاي جرة وطلعتها من هون من جوا، لكن بالتصوير مشان الكل يعلم في جرار طلت جوا الصخرة يا حبايبي، جواتها قبر سديناها بالحجار هذولا مشان ما بيقدر ناس يفوت او يقدر يكملها. لوصناها وسمعنا صوت ناس قريبين منا من المكان هذا، وسكرناها بحجرين وسحبنا حالنا طلعنا من الموقع، لكن طلعنا جرار. لكن شفنا بيه جرار على التصوير يا حبايبي داخل القبر جوا. نقول يا رب خلينا نشوف ونخلع الحجار ونقدر نفتحم هذا القبر جوا بمشيئة الله. نقول بسم الله. اعطيني بنسة. علمنا هذه قبل فترة فتحناها. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. تعال يا بصور. يلا. أوعي. تعال قرب صور. هون. هذا القبر جوات الصخرة يا حبيبي. بس بنخلع الحجار هذول ونحاول نوسع نشوف شو داخل القبر. جوا او شو الدفين من جوات القبر او جوات الصخره هاي. تبع يا ابو وجهك بس ولا شيء يطلع لك شيء. تطلع منها هاي مبين على الكاميرا بس انا نفسي تقدر. بسم الله. اعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بين شيء كيف نجيب بين دقيقة. هذا شكله كشف. تقدر اعطيني كاميرا يا بقدر افوت انا جواها. استنى استنى. بسم الله. بين شيء اسمش. والله هي في جراث هون بعد صح؟ بعد ولا قراب؟ بعد شوية. طيب بينات؟ بينات. خلاص ارجع ارجع ارجع. زي ما انتو شايفين يا حبايبي هذا هو القبر محمود. هذا الحجر لازم ينقام. ايوه ها والله مرصوف راسه تكون.
مبينات على الكاميرا صح يا يا رب بسم الله يا رب يا حجر يا الله يا شايف محمود لو تمد ايدك كنت جوا انت يا رب يا الله ايوه يا رب يا الله يا الله هيي فما ضياري تبع انت يا الله يبي جرار بقدر اسحبه تقدر تمدي فعلا تبع سمي بالله بس عمو بيجي يكون ينش بسم الله هيا نطلع يا رب هيا هيا يا الله يا الله يا رب يا الله ايه فاضية لا مليانة لا شو هذا جواتها جرار خليها جاي فاضيات في شيء ثاني؟ أنا شو ضيعت ما مش عارف أنا. في كمان؟ في جرة جوا. جد؟ يا رب يا الله. يا رب يا الله. الصوت الآن. يا الله. مش قادر أتحكم. أهم شيء دير بالك. بسم الله يا رب يا الله يا الله بسم الله يا رب يا الله والله فيها سعد ربك والله فيها سعد الله يا رب يا الله يا رب الله يا رب ربك عمو بحياري والله وذهب والقران ايوه هاي كان واحد ايوه شو سكت هو لما كل واحد كله الجبل كله سنه نسطح علينا هسه هدي 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 يا محمود بسم الله يا رب يا رب يا الله يا الله كمان يا الله ما فيش الا هني يا الله ان شاء الله يكون يا رب يا بسم الله يا رب هيو هيو والله فيه القران هيو والله يسعد ربك مو حياري يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب صوت بوم صوت بوم يا الله بسم الله يسعد ربك عمو حياري يا الله الحلق معقول هيك هذا قبر مرة قبر مرة ايش انت قبر مرة انت الخبرة رايق يعني قبر مرة هاي ما بهمناش مرة هسه خلينا نصرف حالنا بعد خلينا نتجوز يا الله كمل اعطيني اعطيني يابا اعطيني كاميرا فوت وين تقدر تفوت تصور بين ما في ما في يابا
لجوه جوا جوا انقرب الكاميرا بصير بينك شوي شوي استنى بالله بسم الله بين قبر جوا جوا غميق بين ما في هات شوف هي سبينا الكاميرا هات شوف امسك هذا ما الله يسعد ربك عمو بحياري يسعد دينك انتبه انتبه تقع والله يا عمي ذا هنكمل هون يلا وليك وديدي ها شوفي اي الصوت اللي بسمعه كل مرة وين وين القرآن هيا شوفي اقسم بالله العظيم هيا طيب يبقى سموش 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 شوفي وين وين هيا بشوفه كل مرة ظل يطلع لي وانا ساكن هون هيا وين هيا عيونه حمر والله شايف اه والله هيا هيو والله يا ابو هيو سموش سموش هذا الظل يطلع لي خليني اسمي شيء لا 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 هيو يا الله يبقى شوفي شو تحط لي هذا شو تحط لي ابو شعر يحطها وجهه ليه ما بعرف هاي ماده يا محمود يا الله ها ايوه طب خذ معك ضوء شلون بدي اروح هذا مش عارف لا بيه وليد ايه اذا ناديه مش عارف يابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله ايه يا اخوان وصلوا هي عنده ليش في اه باي شو اللي رفعه يي صباي شو هذا رفع صباي والله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شو فيه رفع صباي تخنقر شو فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا الله شو رفعها مش عارف شو رفعها يا زلمة مش عارف هون وياري برا مش عارف وين راح بسم الله الرحمن الرحيم يا رب شفته فات من هون يا ما شفته في في صوت هيا ابوي هيو 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 والله هيو بسم الله شو مالك يابا وين رحت بسم الله يابا شو مالك شو مالك شوف شو هاي مهمة اوه الرصد طلعنا من المكان كله اه الحمد لله امور طبيعية كيف خلنا نطلع من المكان اه هيك امورنا طيب الاغراض معك معي تمام يلا يابا هاي السخرياتها هاي حملها حملتها ورا فيها راحت كيف حملتها سكرت عليه إيه؟ كامل طبقت عليه كامل كيف حملتها من المكان محمود يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا نطلعوا